السلام عليكم يا اخوان، كي دايرين؟ بخير، هانيين، صحة لاباس. مرحبا بكم في فلوق جديد في يوم جديد. حنا دابا في توديات شارع الليل الفاسي احدى مرجان طريق كازا. الصباح هذا شميشة زوينة، قضية مزيانة. دابا خلينا الشمس على ظهرنا مزيان باش يجي التصوير مزيان. غادي نجيبو دويرة السعادة و داك الكارتي ديال الازدهار اللي مورا مرجان. كارتي زوين، هو تيعتبر من الاحياء اللي زوينة في مراكش، راقية. هذا اللي قدامنا مرجان ديال طريق كازا. هنا على اليمين طريق كازا، هادي اللي على اليمين طريق كازا، وديريكت حي الازدهار السعادة. حي الازدهار راه حي زوين، فيه عمارة زوينة، وهادو المقاهي والبلايص، كل المحلات ديال لي مارك. هنا لتحت تهبط تلقى سي بريكولاج. تومي هالفايغر لا ميزون، كافي لا ميزون هي هادي اللي على اليمين. لا ميزون سيتروين اون فاس، لا ميزون سيتروين، ولا هبطي بحال هكا تلقاها ديك لا ميزون الاخرى، ديك المامبو بي ام سي او. هما العمارات هادو هما اللي بداية ديال عمارة ديال السعادة. داخلين تا هما هما ماشي بحال في السعادة. السعادة عامرة بزاف، واحد الدرجة عمرات، خاصة ب تكاريين فيها الافارقة بزاف، وبعض المرات تينوضو مخاصمة او هداكشي، ولو الناس تيفضلو ما يديرش، ما يمشيوش ليها، ما يسكنوش فيها المغاربة. انت دابا تهبط هاكا على اليمين تتلقى السعادة، عمارة السعادة، هادو على اليمين كاملين عمارة السعادة، و اون فاس هنا حي الازدهار راه حي زوين راقي. شي عمارات لي فيه وهداك الشي، المقاهي زوينة، و الحي راقي، نقاء النظافة، يا جماعة الأحياء في مراكش الحمد لله وفي المغرب كامل ولات تشتهر بهاد القضية ديال النظافة. معرفتش واش العامل ديال الوعي هو اللي تيخدم في هاد القضية هادي، أولا شركة النظافة اللي خدامين مزيان، أولا بجوج، قدروا نقولوا بجوج. انا في نظري بجوج، يعني الشركه ديال النظافه خدامين، وفي نفس الوقت الشركه الناس ولات عندها واحد النسبه ديال الوعي باش انهم ما يرموش الزبل في اي بلاصه نامبورتو. خصهم ضروري يكون واحد النسبه ديال لكن قلت لكم حي الازدهار هادي هاد القهوة زوينة، بعض المرات تنكس في هادي اللي على اليمين. أنا بحكم العمل ديالي تندور مراكش بزاف، دايما الفلوقات راه كل مرة نديرها لكم على حي، والناس اللي ماشي من ولاد مراكش غادي تولي عندهم واحد الفكرة على مراكش وكيفاش داير مراكش من ناحية ديال النظام وهداك الشيء، كيفاش داير في التنظيم، كيفاش دايرين كيفاش دايرين السكنة فيه، كيفاش دايرين. باقي في حي الازدهار، هذا في القنت ديال حي الازدهار، قبيلة جينا من ليه. السيد هذا بلاصي في الدانية،
بامسا نعم فاس لما مشيتي ديريكت تلقى القاعة ديال الخضرة لما مشيتي يوم فاس طلع مع الرومبا وتتا جبوا على الدويرة خفيفة في هذا حي الزيار بحكم انه مشيتي المهم خطروا وين تقوم بمراكش الناس اللي ماشي ولاد مراكش وخلاص المراكشيين راه عارفين مراكش عارفين مراكش والمناطق ديال مراكش كاين بلايص زوينه كاين بلايص زعما كاين ميتشاف في مراكش صراحه كاين ميتشاف والحاجه اللي لات تعجبني في التصميم ديال التهيئه ديال اي بلاصه هي انهم ولاو تيديروا تعطيو واحد المساحه الخضراء جد مهمه ولو ضروري ما يعطيو المساحه الخضراء حقها هادشي اللي تيعجبني انا في التهيئه اللي ولات دابا في كيف قلت لكم هذا هو القضيه اللي ولات تعجبني انا في التصميم التهيئه ديال اي بلاصه في المغرب كامل ولات السياسه ديال انه ضروري ما نعطيو نسبة مهمة للمساحة الخضراء وهي راه حاجة طبيعية صراحة لأن باش تعطي واحد الجمالية لواحد المكان ضروري من المساحة الخضراء منها النيت على حسب باش تنفس هذيك المنطقة باش تنفس وتعطيها واحد الرونق واحد الجاذبية وفين يلعبوا الدراري وفين يخرجوا الناس يتمشاو يعني ضروري ما خصك دائما في حي الازدهار حنا تشكروا جميع المشاهدين مرحبا بكم قدام مرحبا بكم على الوفاء ديالكم وجداد مرحبا بكم تانتوما ديروا ابوني ديروا لايك كومونتيو باللي بغيتو ديمقراطيه كاين واحد شويه ديال الزحام هنا بحكم كاين واحد الاداره ديال الاتصالات هنايا الوقيته ديال الخروج عاد كاين واحد مدرسه بريفي وخرجوا حتى هما يعني ضروري ما تيكون واحد شويه ديال الزحام ف ما نصوروش لكم الزحام اش بغيتي ديروا في الزحام شبعتوا زحام اما مشى بنادم تيتبلوك اللهم الزحام بلا ما نبرزكم به هادو عمارات كيف قلت لك في الازدهار زويني صح تعجبوني والناس بزاف اللي ولاو تيجيو لهنا خاصة الموظفين الطبقة المتوسطة و تعجبهم يجيو لهنا لأنه منطقة راقية و تنبني فيها مزيان و الكاليتي دفي زوينة و راه بالنسبة بالنسبة لسميتو تيكون قريب ليك كلشي قريب ليك شتي هاد حيد الازدهار قريب ليك كلشي تقريبا تمشي جامع فينا قريبة دوز لها من جهة مرجان بغيتي تمشي للمسيرة وضواء سكار وهذاك الشيء تشد الطريق ديال تقدر تمشي لها كاع من اللور دير تمشي لها الطريق الدائري جهة الحي الصناعي ايوا بغيتي تمشي طريق كازا راه هي هذيك طريق كازا حيت هي قريبة لطريق كازا يعني جات في واحد الموقع زوين استراتيجي داير بها الاحياء الاخرى دائما فاش تعطيني الشمس في الوجه بحال هكا تعرف ان التصوير تيكون ناقص شويه فتنحيد شويه تنحيد التسجيل حتى تندخل البلاصه اللي ما فيهاش الشمس عاد تنطلق التصوير ما شاء الله نديرو شي كاميرا تكون مزيانه هذه بيم شركه تركيا داك سوبر مارشي ديال داك التركي هنا منطقة تيقولها تا السلامبر إوا كل لي زديار ويني فيه كل بلاصة و عطينا واحد الحي حي صغير هذا الحي تيقولو لي الحي السلامبر و مشاهدة ممتعة هنايا على اليسار كاينة مؤسسة ديال العراقي
قلت لكم كان عندي مشكل في بيرمي، كنت قاد عليا وراه مشيت طبعت، وراه شي زحام شي زحام في سيرفيس ديمين، شي زحام يا لطيف. انا ديجا 3 شهور هادي باش انايا باش بدلت البيرمي، وعطاوني تاني شهرين اخرى هي 5 شهور باقي ما خرجش، ما عارف واش هي المشكل ديال كورونا ولا ما عارفش. المهم حنا سايقين بهدا وصافي طابعين وسايقين بيه، بغاو يتبعو تاني ونعاودو نسوقو بيه سير عاوتاني حتى يتقاداو هما ولا تيصاوبو على خاطر خاطر. ايوا هنا مشات حجيتي مع الواد، بقيت انا مع ولاد الجواد، مرحبا بكم. هنا راه تسالات هذا هو الاخر ديال حي الازدهار، الفن ديالو هنايا. ما درناش بدوك الزناقي المويان وداك الزناقي الصغار، درنا دنايا من الشوارع الكبار والقهاوي اللي كاينين فيه. دابا هذا هو لفان، هنا قدامنا كاينه السكه، السكه ديال التران غادي لكازا والجاي من كازا، بحكم ان مراكش هو لفان ديال التران، وراه تيقولوا غادي يوصلوه لا سميتو لاكادير، غادي يمشي يديروا سكه التران مراكش اكادير، غادي تحل ثاني مشكل كبير. الاوتوروت ديجا اللي مشات لاكادير راه حلات واحد المشكل داك الشيء رفيع. دابا الى زادو تاني التران عاوتاني غادي نقص الضغط بزاف على الطريق، ونقص الضغط على الترونسبور، وعلى يولي الانسان يمشي في واحد الامان والتران حسن صراحه. انا تعجبني يا اما نسافر في الطوموبيل يا اما نسافر في التران. المهم هادي القنطره اللي دايزه فوق التران، انا طالعين معاها. انا داك القاع هذه القاع ديال الخضرايه مفاص قاع فهاد الجهه هادي اللي من هاد الجهه هادي القاع ديال التمر. التمر ولا لا عقلتو داك الوقيته فاش كنت درت لكم فلوق على الحي الصناعي ديال سيدي غانم، وقلت لكم بان مقابل مع واحد الحي الصناعي اخر اللي هو سميتو المسار، هاد القاعه كاينه في القد ديال الحي الصناعي ديال المسار. وشكرا شكرا حتى الفلوق الجاي ان شاء الله ندير لكم واحد الفلوق على المسار، يلا على حسابات المسار، يلا السلام عليكم.